يا ترى ليه ميني ماوس ما بتنكدش على ميكي ماوس؟ عارفين ليه؟ تعالوا نشوف. علشان بيعبر عن حبه ليها في غيابها، وكمان رغم انها اشترت جزم كتير قوي سايبها تتفرج تاني على نفس المحل بمنتهى الاستسلام. بيساعدها وبيجيب طلبات البيت بنفسه، بيجيب لها قهوتها المفضلة معاه، بيشجعها على عرض مواهبها قدام الناس. مفيش كلام يوصف الحلاوة دي. بيفتخر بيها قدام الناس، بيصورها رغم انها اتصورت بالفستان ده مليون مرة، بيلف معاها العالم وبتبقى رحلاتهم ممتعة، بيخرجها يتعشوا سوا، وما بيتكسفش يشيلها قدام الناس. بيهتم بالفالنتاين حتى لو حاجة بسيطة خالص مالس، وبيساعدها في المطبخ. بصوا كده على البرواز ده، رغم ان اللبس مش عاجبه بس ما بيرضاش يجرح مشاعرها. بيجيب لها ورد حتى لو كان وردتين، بيشجعها تاكل كل اللي نفسها فيه، ومش بيقول لها هتتخني. بيتبسطوا باللحظات المبهجة سوا، بيسهر ويتفسح معاها مش بيسيبها ويروح لبطوط وبندق، بيشاركها الحاجات اللي البنات بتحبها من غير ما بيزهق. طب والنبي تنكد عليه ليه؟ ما هو حلو وزي الفل اهو.